اليوم جولة جديدة وهي كيف تبدأ صباحك بسعادة في أمريكا. وعشان أبدأ صباحي بسعادة معكم خلينا نوصل هذا الفيديو لخمس آلاف لايك. اليوم راح نعيش معكم تجربة بتمثل الحنين إلى الوطن، بتمثل التراث، بتمثل التاريخ. راح نتذكر من خلالها وسط البلد والأجواء الشعبية، راح نشم فيها روائح الخبز السخن والفول والفلافل. راح نعيش معكم تجربة مطعم النيل اللي أنا بلقبه بمطعم هاشم أمريكا. خلينا نشوف معكم، نأخذ جولة داخل المطعم، نتعرف على أهم الأطباق اللي بقدموها في شيكاغو. صباح الخير ابو عمر. صباح النور، هلا بيك، اهلين يا اخوان. ابو عمر اللي هو صاحب مطعم النيل. مطعم النيل بيقدم وجبات شعبيه زي ما انتم شايفين، فطور زي كانك قاعد في اي بلد عربي. بيقدم اللي هو الفطور الصباحي، حمص، فول، فلافل، فته، لبنه، وفي عندهم كمان قلايه البندوره وقلايه البطاطا البيض، وفي كمان كثير اطباق. تعرفنا على حالك بدايه. ابو عمر وليد الهندي، جيت على هالبلد في 77 على اساس ندرس طيران. بعد ما خلصت سنتين هندسه طيران جيت اكمل طيار هنا، لكن اولاد الحلال مسكونا وقالوا لنا يا عمي في الاخر بدك شغل صحيح، فليش ما تاخذ يعني زي ما نقول شورت كات، يعني من هسه بلش. فبلشنا سوينا، اشتغلنا عند عالم، وبعدين سوينا جروسر ستور، وبعدين سوينا مطاعم أمريكانية. وفي 87 اجتنا فكرة المطعم العربي، ما كانش في مطاعم عربية في شيكاغو بالمرة، يعني كان في واحد او اثنين. كان على 63 معظم العرب الجالية هناك كانت معظمها يعني ساكن. صار تغيرات في المنطقة طبعا، اضطرينا ننتقل لهذه المنطقة، هذه اللي بسموها ليتل بالستاين. ليتل بالستاين هاي فلسطين الصغيرة. بعرف انه هذا المسمى ليتل بالستاين موجود على جوجل، تقدر تبحث عنه، ولكن الساين وين في المنطقة ما بعرف، راح
أوريكم إياها في الفيديو إن شاء الله. لأنه في جالي كبير هون، المسجد هارلم مش بعيد عنا هون، إحنا على 87 وهذاك على 90-91، يعني حوالي كيلومتر. جت فكرة الأطباق هاي يعني من وين يعني؟ والله هذه أول ما بلشنا حمص وفول وفلافل وشاورما فقط. آه. ومشاوي طبعاً. لكن في تطور الأمور وطلبات الزبائن، اللي ليش مش مسويين بيض وبطاطا، ليش مش مسويين قلاية، فبلشنا نتطور لحتى وصلنا لهذا يعني المرحلة. اللي يفوت على المطعم هذا بسموه صباح السعادة، تشوف الأطباق اللي صراحة سعيدة وتخليك مبسوط انك تشوف هيك أكل في أمريكا. هذا الفول تعملوه زي فول البلاد، هذا بنتقع قبل بليلة. اها. من الساعة 6 الصبح بنحطه على النار، الساعة 9-9:30 بكون جاهز. الحمص كذلك، الحمص مطبوخ قبلها بيوم، الصبح بنطحنها. طيب هاي الوصفات انت من وين ابو عمر يعني؟ والله هذا تطور على الايام، شوي شوي صرنا نعرف العيارات، هي شغلة عيارات. الطحنية طبعا بتجينا من البلاد، يعني عمره ما انقطعنا من الطحنية ولا من الحمص الحب ولا الفول. وكمان فلافل محشي، فلافل محشي زي ما شفنا كيف سويناه جوا. فلافل محشي بكون محشي بصل وشطة، سمك وشطة وبهارات. يعني زي ما انتم شايفين في ناس بتشتهيها شهوة، في ناس من كاليفورنيا وصوا عليه، وصوا عليه من الولايات. اه والله بسم الله. مرتب الفلافل صح. دخلتوا الجبنة المقلية في اللي. والله هذه مش من زمان، من شهرين زمان فقط. من شهرين زمان يعني. بس جبنة عربية هي تصنع هنا، لكن بالمواصفات العربية بتتحمل الزيت السخن، يعني بتتحمل القلي. كثير شيء مميز انك تلاقيها مطعم شعبي زي هذا. تنصرنا 33 سنة في مطعم النيل، يعني مر علينا أجيال ومر علينا ناس، وناس كبرت في هالبلد بيعرفوا مطعم النيل. انصحني الفتة هاي زي ما انتم شايفينه، عليه زيت الزيتون واللوز وفتة الحمص والحمص الحب والتتبيلة والحمص الحب والزيت يعني. طبعا لازم نخلطها ابو ولا ما والله في ناس بخلطوها في ناس طبعا هاي الفتة هذا اللفت احنا بنسويه كمان. هذا محل اللفت اللي مطعم النيل بيسويه عنده في مطبخه. دائما بيقدموه مع الاطباق. نعم. نزوع الطلب ولا؟ طبعا. كل طاولة. اها. شوف عندكم كمان اطباق مشهورة بتسووها في النيل. في عنا الشاورما عندنا مشهورة جدا، اللحمة والدجاج قط. شاورما؟ لحمة. بتسووا كمان قليات الكبدة. كبدة وكلاوي، خروف، وفي عنا كبدة دجاج. يعني عنا اطباق يومية كل يوم طبقين. يعني بتطبخوا طبخات؟ طبخات مثل الاحد عندنا، يوم الاثنين عندنا وزي مع مقلوبه، يوم الثلاثاء عندنا باميه مع كفته بطحنيه، الاربعاء عندنا خروف محشي مع منسف. تمام. الخميس كذلك زي يوم الاثنين بنسوي وزي مع مقلوبه، يوم الجمعه بنسوي منسف ورقبه خروف محشيه. ما شاء الله. والسبت بنسوي رقبه خروف محشيه ودجاج محشي وامرار منسف. حلو. هاي البطاطا البيض. طب اللبن يا ابو عمر؟ اللبن عندي شوال خصوصي جبته من الاردن، احنا بنروب اللبن واحنا بنصفيه بالخريطه الجبنه اللبنه، والصبح بنمونه بالملح والاشياء. تمام. يعني هاي اللبنه بلديه؟ يعني هاي شغل المحل، لبنه مش شغل مصانع. مش شغل مصانع ولا شغل محلات، يعني شغل المحل نفسه. طعمها زي طعمة لبنة البلاد؟ اه قطع زيك. اه طبعا تختلف، تختلف عن اللبن اللي بتنباع المصانع يعني. والاوتوماتيك هذا ما بيطلعش كويس. هاي البندورة، هذه القلاية مشهورة، النيل مشهور كثير بقليات البندورة. نعم. بحطوا لحمة بالإضافة وبصل، بصل ثومة مرات فلفل وبندورة. وبندورة. انت الاطباق بتسويها في ايدك، تصنعها جوا المطبخ في ايدك؟ قطعا قطعا، ما بنشتريش جاهز. يعني انت من الناس اللي واقف على شغلك بتشتغل للناس؟ هذا 100%، وهذا سر النجاح اصلا.
سر النجاح انك توقف على الشغل. طبعا لما تحط انت شغيله وتروح ما حدا بدير باله زي ما انت بدير بالك على مصلحتك. صحيح، مهنة الأكل دائما بتعطي للناس السعادة، فأنت يعني صانع السعادة تعتبر. احنا تقريبا جربنا معظم الأطباق اللي موجودة في مطعم النيل، صراحة انبسطنا كثير، أكل كثير زاكي وأطباق مميزة. حكونا بالتعليقات وين أفضل المطاعم اللي تناولتوا فيها فطور شعبي زي هيك. بعدين أبو عمر بيحكي التقليد صعب، يعني هاي أطباق كثير مميزة. لا الشباب موليد البلد يقبلوا على الأكل تبعنا. تمام، حلو حلو، هاي نقطة حلوة. مش عربي يعني، يعني بيت هومس وخلاب يعني. لذلك يعني مرتبط بالأكل. طبعا أبو عمر بيحكي إنه المطعم يعني برسخ الثقافة العربية والأكلات العربية عند شباب أمريكا، كيف أجدادهم عم يطبخوا هذا الأكل ويقدموه للناس، فتجربة كثير مميزة. وما تنسوا تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب. ألف تحية لعمي أبو عمر على هاي يعني المائدة الطيبة، ومنشوفكم في حلقات ثانية.